السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلت أنني نأخذ هذه الألوان اللي تكون واضحة. من بعد ما ثبتنا الخيط، هذا الخيط هذا مبروم على 4 شعرات. غنجيو لهاد المكان هذا. أول حاجة غنديروها ندخلوا الإبرة في وسط من هذا الخيط ونلويو 2 تلويات. 2 تلويات لأنني أنا بارمة الخيط على 4، يعني إذا كنتو بارمين الخيط غير على 3 فاستعملوا 3 تلويات باش يلا يجيكم الضرس واقف. فغنرجع لهاد النقطة اللي في عندي في الوسط وغادي نخرج منها. فغنرجع نضرب هنا في التوب باش يتكون عندي هاد المثلث اللي غادي نخدمو عليه. نرجعو لهاد النقطة هادي ونجيو لهاد الراس هنا، غتلقاو واحد غريزة هنايا كتكون عندكم. فهنا رجعوا لهاد النقطة هادي، فاش تنطلعو تيرجعو تتكونوا عندنا الغريزات. فخدموا عليها ونرجعوا هنا هاد النقطة هادي نخدموا فيها حتى هي. هنا هبطنا 2 ضربات، نرجعوا للتوب. هنا انتبهوا معايا مزيان، هنا انا وضعت واحد الطريقه مختلفه. هاد الدرس من بعيد تيبان عادي، ولكن الطريقه ديالو غترجعوا الخيط في هاد الاتجاه، في هاد الاتجاه هذا. هنا غتحبكوا غترجعوا لهادي غتحبكوا فيها الحبكه الاولى، رجعوا نحبكوا فيها في نفس النقطه. الحبكه الثانيه انتبهوا هنا مزيان، الحبكه الثالثه كذلك في نفس النقطه. يعني هنا وضعنا 3 الحبكات في نفس النقطه، دائما الاتجاه ديال الخيط هو هذا. نرجعوا لهاد الغريزه اللي حداها ونحبكوا 2 الحبكات هنا، لان هاد الغريزه غير صغيره ما يجوناش فيها بزاف ديال الحبكات. في الاولى وضعت 3، في الثانيه وضعت 2، في هاد الراس غنوضع كذلك 2. الحبكه الاولى والحبكة الثانية بهذا الشكل. دابا من بعد ما سالينا الحبيك ما غاديش نرجع في هذا المثلث، غنرجع مباشرة في التوب. وحاولوا تبعدوا ما بين هذه الغريزة وهذه الغريزة باش يبان، يجي يبان الطرس انه كبير. ورجعوا كذلك ثبتوا الخيط في هذا الراس هنا، هذا الراس شوفي الخيط للمرة الثانية هنا باش يعطيكم هاد الخيط غليظ. هنا انتبهوا مزيان لهاد الحبكة اللي غنوضع. أول حاجة دوروا الخيط في هاد الاتجاه، رجعوا جمعوا ما بين هاد 2 الخيوط وغطلعوا الإبرة. ملي تعطيكم هاد الشكل رجعوا خرجوا الإبرة من وسط هاد المثلث هذا، هاد الدائرة هذا. فغتجمع وغتعطينا هاد الشكل، هاد الشكل تيجي رائع. فهنا انتبهوا معايا مزيان، دوروا الخيط بهذا الاتجاه، رجعوا في هذا الفراغ اللي عندكم هنا، هذا الفراغ طلعوا الإبرة بهذا الشكل هنا، خليوه هنا بحال هكا بهذا الشكل هذا. ملي غتبان لكم هذا الشكل بحال 8، رجعوا وخرجوا الإبرة من هذه البلاصه هذه بهذا الشكل هذا. طريقة سهلة وبسيطة وتجي مزيانة في الخدمة. فاق دائما ركزوا معايا، رجعوا من هاد البلاصة هادي ورجعوا شوفوا الإبرة منين غادا تجي. الإبرة غتدخل من هنا وغادا تطلع، تجي بحال 8، بحال الشكل ديال 8، رقم 8 بهاد الشكل. وطلعوا الإبرة. إذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الإعجاب، وكذلك شاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم الصديقات اللي مهتمين بهذا المجال هذا. والتعاليق أي وحدة سواء عجبها الفيديو أو ما عجبهاش تخلي تعليق، اللي ما عجبهاش الفيديو تقول لنا شنو اللي معجبهاش في الفيديو باش يعني نصلحوا الاخطاء. اذا كان شي خطا شي حاجه بانت لكم ماشي هي هذيك، ماشي مشكل، انا تنتقبل جميع الاراء
واللي بغات تعلم كروشي تقدر تدخل القناة أم مريم للكروشي. حد السيدة قالت لي بلا الرابط ما خدامش، أنا رجعت جربت الرابط ولقيته خدام، فتعاود يعني ما عرفش صراحة علاش ما خدمش لها الرابط. المهم الفيديوهات الأخيرة كاملة فيهم الرابط، فتحاول أنها تدخل شي بحال هذا الفيديو هذا اللي نوضع لكم إن شاء الله. فهنا كملوا رجعوا ديروا نفس هذه الخدمة، أنا ما غاديش نبقى مستمرة. هذا اللون أنا برمته غير على ثلاثة الشعرات، ثبتته في هذا المكان دائما البدية، ما تبتوش فوق من هذا، ثبتوه في التوب. من بعد رجعوا لهذه الغريزة هذه اللي عندكم هنا بهذا الشكل، وغادي نوضعوا هنا واحد الدريسات بواحد الشكل اللي رائع. فرجعوا هنا لويو جوج تلويات وطلعوا بهذا الشكل، وغترجعوا تحبكوا فيها، يعني دوروا الخيط بهذا الاتجاه ورجعوا حبكوا هنا غير حبكة عادية، الحبكة الأولى، الحبكة الثانية، الحبكة الثالثة بهذا الشكل. وضعوا ثلاثة الحبكات فوق كل يعني دريسة صغيرة، ورجعوا لهذه اللي حداها ونخدموها حتى هي بنفس الطريقة. هاد الدرس هذا تيجي صراحة زوين، هادشي علاش أنا بغيت نتشاركو معاكم. فالخدمة تتبان عادية، سبق لينا يعني وضعناها، ولكن بهالطريقة هي تتجي مزيانة. ذكروا وضعوا الحبكة الأولى، دائما رجعوا الخيط بهذا الاتجاه، في الحبكة ترجعوا الخيط في الاتجاه ديالنا، الاتجاه اللي حنا جالسين يعني فيه. فدائما ثلاثة الحبكات في كل دريسة، نوضعوا ثلاثة الحبكات نرجعوا لهنا، نبقاو مستمرين حتى نعمروا هاد الشكل هذا حتى نعمروه كامل. فخدموها غير بشوية عليكم حتى تتعلموا. الراندا راه تتبغي الصبر وتتبغي يعني، وهي تتعلم الصبر فعلا، يعني لو وحدة ما عندهاش الصبر فتخدمها وتبدا غير بشويه عليها شويه بشويه. بزاف ديال الناس تيقول لك لا الراندا واعره ما غاديش نتعلموا ليها، ولكن راه حتى شي حاجه ما واعره. وشكرا على المتابعه، وما تنسوش تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب، وشكرا لجميع المتابعات، ومرحبا بجميع الاسئله.